وهذه عود إلى تقرير المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان بشأن المعتقلين في السجون الحكومية. ينضم إلينا عبر الهاتف من السويد أحسان عادل، رئيس المركز الأورو متوسطي لحقوق الإنسان. سيد عادل، مرحبا بكم. يعني في التقرير التابع لكم انتقدتم الانتهاكات التي تمارسها القوات الحكومية ضد آلاف المعتقلين، خاصة أن بينهم المئات من الأطفال داخل السجون، لكن ما هدف هذه الانتهاكات سيد عادل؟ نعم طبعا، في البداية اسمح لي بتحيتك وتحية جميع المشاهدين. في الحقيقة المشكلة التي نطرحها في هذا التقرير هو أن نعلم أن الفترة الماضية شهدت المعارك المستمرة بين الحكومة العراقية، سواء الحكومة المركزية في بغداد أو حكومة أربيل من جهة، والأفراد التابعين لتنظيم ما يعرف باسم تنظيم الدولة الإسلامية من جهة أخرى. هذه النزاعات المسلحة بين الطرفين خلفت نوع من رد الفعل الثائري اتجاه ليس فقط الأشخاص الذين يثبت انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية، بل أيضا لكل من له صلة بهم، عائلاتهم، أولادهم، ذويهم. كثير من الحالات التي وثقناها جرى اعتقال العائلة بكاملها بسبب أن أحد أبنائها كان قد انضم للتنظيم، ثم بعد ذلك تتعامل الحكومة العراقية مع كل العائلة على أساس أنها إما أنها سكتت عن هذا الابن، وبالتالي فهي أيضا مسؤولة عن الانتهاكات أو الجرائم التي قام باقترافها. فهي نوع من الثأر غير المبرر الذي تخلو فيه ضمانات المحاكمة العادلة وتخلو فيه حتى المعايير الأساسية الدنيا من حقوق الإنسان. يعني هنا في هذا الصدى سيد عادل، الأمم المتحدة، منظمات إنسانية طالبت حكومة العبادي بمحاكمات عادلة للمعتقلين، وأيضا طالبته بأن يصلح النظام القضائي. هنا السؤال، ما الذي يمنع حكومة العبادي من أن توفر قضاء عادلا وأن توفر أيضا محاكمات عادلة؟ ما الذي يمنعها من ذلك سيد عادل؟ يعني في الحقيقة مما نشاهده على الأرض هو أن الإشكال أنه لا يوجد حتى الآن خطوات فعلية بهذا الاتجاه، بمعنى أن المجتمع من ناحية، المجتمع المضاد لهؤلاء، بمعنى أن الأشخاص الضحايا من الطرف الآخر، بمعنى الذين تأثروا بجرائم مثلا ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية وارتكبها الأفراد الذين يتبعون لهذا التنظيم، هؤلاء الأفراد عندهم أيضا نوع من الثأر اتجاه أفراد التنظيم، وهذا يجعل الصورة قاتمة، بمعنى أن أي تفكير من قبل الحكومة العراقية باتجاه التعامل بصورة أكثر عدلا مع المشهد يمكن أن تواجه أيضا رفضا مجتمعيا، وهذا الرفض المجتمعي أيضا باعتقادنا أن الحكومة العراقية نفسها مسؤولة عنه، لأنها لم تقم هي تتعامل مع الواقع كما هو، تقول بأنها وتستند إلى هؤلاء لتقول بأننا لا نستطيع التقدم باتجاه خطوات للمحاكمة العادلة. ونحن نعتقد أن هذه إشكالية، وإشكالية خطيرة، لأنه لا يمكن أخذ مجرم أو أخذ بريء بضحية ناس أجرموا، ولا يمكن أخذ فكرة الثأر المجتمعي الموجودة مجتمعيا لكي تبرر الحكومة العراقية أن تتقدم خطوات حقيقية باتجاه القضاء العادل. سيد عادل، مجلس النواب أقر يعني قانون العفو العام لكنه لم يطبق، هل أنتم كمرصد الأورو متوسط لحقوق الإنسان، هل أنتم مع قانون العفو العام؟ وإذا الحكومة يعني لم تطبقه أيضا على أي من المعتقلين، ما فائدته إذن سيد عادل؟ يعني في الحقيقة احنا وقفنا بالنسبة لهذا القانون، هو في النهاية طالما أن مجلس النواب العراقي أقر هذا القانون واصطباه الشعب العراقي، فهذا يعني أنه أصبح قانونا نافذا يجب أن ينفذ. بالتأكيد يمكن أن من الناحية الحقوقية أن تقال بعض المآخذ على هذا القانون، لكن أيضا في السياق الحقوقي هناك ما يعرف باسم العدالة الانتقالية، ويمكن أن يتفهم الدوافع خلف هكذا قانون. لكن المهم الآن هو أنه طالما أن هذا أصبح قانونا يجب أن يكون هناك عدل، بأن يسري بصورة حقيقية وفعالة على الجميع. الإشكال هو أن القضاء العراقي يعني في حالات نادرة جدا قام بإنفاذ هذا القانون، والذي يقضي كما نعلم بالعفو في بعض الحالات المحددة، يقضي بالعفو عن أشخاص قاموا بالانتماء للتنظيم في فترة سابقة لصدور القانون الذي كان صدر في أغسطس العام الماضي. فيسعى هذا القانون ليقول يمكن
للقضاء أن يقوموا بإصدار العفو عن هؤلاء طيب الناس. سيد عادل بعجالة لو سمحتم، يعني تنشرون دائما تقارير عن حقوق الإنسان، جهودكم مشكورة في ذلك، لكن يعني ما الذي يمنع دخول لجنة أممية لكي تطلع على حالة السجون في العراق بعجالة لو سمحتم؟ يعني في الحقيقة الذي يمنع ذلك حتى الآن هو التجاذبات السياسية. هناك معروف أن الحكومة العراقية لها علاقات بأطراف في المنطقة، في المقابل هناك أطراف مضادة، وهذا النزاع يحصل هو في النهاية في الأمم المتحدة، ويمنع حدوث تحرك جدي باتجاه تحقيق فاعل في العراق. لكن ما الذي نعتقده هو أنه كما جرى تشكيل لجان تحقيق في مناطق أخرى أيضا تعاني من صورة بصورة من الصور من تشابكات سياسية مشابهة، اليمن على سبيل المثال، يمكن النجاح في تشكيل لجنة تحقيق في العراق، وأعتقد أن هذا يمكن أن يكون قريب. أحسان عادل رئيس المركز الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لكم.